السلام عليكم. النهارده ان شاء الله معانا عربيه سي سي. بصراحه العربيه جميله جدا ما شاء الله، ربنا يحفظها لصاحبها. العربيه زيرو، هوريها لكم دلوقتي. العربيه جايه الانوار اللي ورا بتتلخبط، يعني يجي يدي مارشليه تلاقي النور الفانوس نور، الفانوس ما نورش، مش عارف ايه. المهم يعني في سلوك مقطعه، في سلوك ملمسه، حاجه كده يعني. ففتحنا الشنطه اللي ورا وشفنا، لقينا فعلا السلوك مقطعه. تعالى اوريها لكم اهي. تقريبا الاستبني ده ما نزلش قبل كده ما شاء الله. شايفين السلوك عامله ازاي؟ احنا اللي وصلنا دول ودول لسه. دي من الاثار القديمه اهي. السلك مقطوع مكان ما هنا كده. الشنطه هنا السلك بيوصل لهنا ويجي يوصل لهنا، في الحته دي كده السلك بيلف يعني زي ما تقول بيتدقر او حاجه او بيقطع. فاحنا هنطول الضفيره شويه بحيث ان هو ما يقطعش تاني، وان شاء الله الدنيا تمام. الغريب بقى ان كل السلوك بني، شايفين؟ انا اول مره اشوف كده في فولكس بصراحه، بس يعني كل السلوك بني، شايف؟ هما ممكن عاملينها ان هو مثلا لما دي تبوظ الراجل يجيب الضفيره كامله يغيرها بحيث ان هو ايه ما يلعبش فيها، بس احنا برضو وصلناها وصلحناها. بس كده طبعا حلينا الفرش ده. الفرش ده حليناه في الطبيعي، ما بنحلوش، بس حليناه عشان ما يتقطمش وعشان العربيه نظيفه. خلصنا الحمد لله ورجعنا كل حاجة زي ما كانت، وطولنا السلوك شوية. وتعالى اوريكوا وهي بتقفل وهي بتفتح. اقفل يا محمود، اقفل يا محمود كده وافتح. افتح. طولنا السلك والدنيا بقت تمام اهي. هنقفل بقى اوريكوا الفينش. خلصنا اهي، والتقفيل رجع زي ما كان، مش حاجة مش في مكانها. وكده نبقى خلصنا الحلقة بإذن الله، واستنوني في حلقات جديدة. السلام عليكم.